أحلى خبر ما بقاش من الأخبار المفاجئة أو من الأخبار اللي تخض الناس، وهي خبر الانتقالات وصفقات جديدة مدوية في الدوري السعودي. اقترب نادي أهلي جدة من ضم الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي. صحيفة عكاظة السعودية أعلنت إن الاتفاق بين اللاعب والنادي الأهلي هتبقى فقط يعني بعض التفاصيل والرتوش البسيطة كده مع نادي مانشستر سيتي. اللاعب يمتلك عقده مع النادي حتى 2025. صحيفة ديلي ميل البريطانية أعلنت قبل كده إن أهلي جدة عرض على رياض محرز راتب يعادل 5 أضعاف راتبه الحالي مع مانشستر سيتي، وأنه تم العرض على رياض محرز للحصول على 43 مليون جنيه استرليني، فعقد يمتد لموسمين، مع العلم أن نجم منتخب الجزائر يحصل على 8.5 مليون جنيه استرليني كراتب سنوي في الوقت الحالي مع مانشستر سيتي. طبعا أهلي جدة بيسعى لإبرام صفقات قوية جدا بعد عودته للدوري السعودي للمحترفين، وأتم بالفعل تعاقد رسميا مع الثنائي ميندي حارس تشيلسي السابق وفيرمينيو مهاجم ليفربول السابق. ورياض محرز هيكون صفقة كبيرة طبعا لأهلي جدة، خصوصا أنه هو يعني عنده موسم كبير جدا وعمل موسم تاريخي مع مانشستر سيتي بعد الفوز بالثلاثية دوري الأبطال والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي. شارك محرز خلال الموسم التاريخي مع مانشستر سيتي في 47 مباراة، سجل 15 هدف وصنع 13 هدف، ويعني عمل أداءات كبيرة في اللقاءات. نتمنى لي كل التوفيق، أكيد نتمنى التوفيق للأهلي السعودي، وشايفين طفرة كبيرة جدا في الدوري السعودي.